واحد انت مسؤول سهل جدا ان نبدا بالمسؤول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح يا شباب؟ واضح بس. أي فيدباك كده من الصوت؟ واضح؟ أي رياكشن؟ أي يس نو؟ افتح المايك وقول لي أوكي. يس طيب مستر. أوكي، هنبدأ الريفيجن النهاردة إن شاء الله. نبدأ بجزئية الجرامر، لأن جزئية الجرامر أهم جزئية بتظبط معانا الرايتنج والريدي، وبنفهم منها ونقدر نحل الاختبار بسهولة. إذا حد عنده مشكلة، أنت المايك متاح إن أنت تتكلم، ما فيش أي مشكلة عشان نوفر وقت بس. أوكي؟ طيب، هنبدأ بجزئية الجرامر الأولانية مستر الخاصة دوان، يس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مستر دوس على وعليكم علامة السلام ورحمة الله وبركاته. الريكورد، دوس على علامة التسجيل عشان أنا عملت حضرتك أدمن، فدوس على علامة التسجيل بس عشان الحصة تسجل. اوكي، هي كده كده اوريدي الحصة بتتسجل حضرتك، هو كده كده ريكوردينج. اوكي طيب، شباب، حد عنده مشكلة في الصوت؟ حاجة مش واضحة على السكرين؟ اوكي طيب، هنبدأ بجزئية الكونديشنالز لان هي اهم جزئية في الجرامر، وبعد كده نتكلم عن الباسيف والريلاتيف بروناونز، ونبدأ برضو نستخدم الكوانتيفايرز والناونز اللي موجودة والكونجنكشنز. طيب، هنبدأ بالسكند كونديشنال فيرست. اول حالة عندنا بالنسبة لنا السكند كونديشنال، طبعا احنا هنعمل عليها مراجعة سريعة وفي نفس الوقت نحل عليها أسئلة بحيث تطمن ان انت تقدر تحل سؤال الريرايت وتقدر تحله كويس، لان هو من اهم الأسئلة الريرايت او الكوريكت ذا ميستيك. طيب، لو بدأنا بالكونديشنال الاولاني السكند كونديشنال، طبعا عندنا اف هي وركد هارد. لو بصينا على الاكزامبل اللي قدامنا هنا كده، اف هي وركد هاردر هي وود دو بيتر. طيب، الباست قدامنا، الباست سيمبل، والزمن الثاني وود اور كود، والانفينيتيف المصدر. طيب، هنشوف اكزامبل كمان. If Charlie Chaplin was alive today, he would be over 100 years old. اوكي؟ طيب، الحالة دي عبارة عن ايه بالنسبة للسكند كونديشنال؟ Impossible action in the present time، يعني حاجة مستحيل تحصل زي كده. I would buy a new car
if I had enough money. But I don't have enough money. So I would buy a new car if I had enough money. هي لو قلت if I had enough money I would buy a new car. يبقى دي السكند كونديشنال بالنسبة لنا، بتستخدم للتعبير عن حالة impossibility، استحالة حدوث في الزمن البريزنت، فبستخدم معاها زمنين two tenses. الباست if I won a lot of money I would buy a big house. طب ايه الحتة المهمة بالنسبة للسكند كونديشنال؟ استخدام I wish. I wish you could talk. يبقى أنا بالنسبة لي بستخدم أمنية أو بقول I wish you could talk. I wish you could. طب أنا بستخدمها في أي زمن؟ في زمن الباست. يبقى دي الحالة دي استخدام I wish بتساوي السكند كونديشنال بالظبط. I wish you could talk. I wish you could come. I wish you could have. يبقى أنا بالنسبة لي بستخدمها بنفس الطريقة. طيب I wish that Chaplin was still alive. نخلي بالنا من هنا من الكيس دي برضو في السكند كونديشنال. I wish he was still alive. Mary wishes she had enough money but she doesn't have. She wishes she had. I wish I was very rich. وطبعا بنستبدل was هنا ب were. I wish I were very rich للتعبير عن الاستحالة. فأنا أقدر أستخدم I were أو I was okay. بالنسبة لـ he و she و it برضو نفس الطريقة. I wish he were أو I wish he was. لكن بالنسبة للأكشن هنا I wish I were you، لو أنا كنت مكانك، لكن أنا already مش مكانك. طيب نيجي للجملة التعبير عن الأدفايس هي قدامنا. If he were alive today. طب أنا أقدر أستخدم was؟ أيوه. If he was alive today. I wish Charlie Chaplin were or was still alive. يبقى انا بقدر استخدم الباست في الجزئيه دي للتعبير عن الاستحاله. If I were you I'd go to the police. I would go. يبقى دي في الحاله دي بستخدم advice، بس في الكيس دي لازم استخدم where بس. If I were you ما اقدرش استخدم if I was you. هو انا عارف ان النورمال الطبيعي بالنسبه لنا احنا عارفين ان I was، ولكن في الكيس دي عشان تعبر عن الادفايس او النصيحه بستخدم if I were you. If I were you, I would buy this car. If I were you, I would go to the cinema. وهكذا. طيب نرجع بقى للفيدباك على السكند كونديشنال. حد عنده مشكلة في السكند كونديشنال؟ عشان نكمل وناخد الكيسز اللي بعد كده. ها يا شباب عنده مشكلة في السكند كونديشنال؟ هنشرح الجزئيتين ونحل عليهم السكند والثيرد. ها حد عنده مشكلة؟ بس بالنسبة لل اتفضل. اتفضل معاك. طيب هقول أيوة أستاذ، بالنسبة اللي هو مثلا السكند كونديشن أستخدمه إمتى مثلا، أو إزاي مثلا ما أعرف من سياق الجملة إن هو قصده في الحالة التانية؟ كويس جدا. تمام. الجملة لو بتتكلم في البريزنت يبقى انت دلوقتي بتستخدم السكند كيس. لو في الباست تستخدم الثيرد كيس. يعني ايه بريزنت؟ قال لك I don't have money. هقول ايه؟ If I had money. يبقى دي تطبق عليها السكند كيس، وهتجي لنا واحنا بنحل هقول لك طريقه الحل ازاي، بس اعرفها دلوقتي المعلومه. الجمله الداني قال لي I don't have enough money وقال استخدم if. يبقى if I had enough money. وطبعا النيجاتيف بيتحول بوزيتيف. والبوزيتيف نيجاتيف يعني ايه؟ اثبات بحوله نفي ونفي اثبات، لان دي قاعده if عكس الواقع. انا دلوقتي بقول I don't have enough money. يبقى انا already I don't have enough money. فبقول بقى if I had enough money. مش بقول if I didn't have، لا بقول if I had. ليه؟ لأن أنا في الحالة دي بعبر عن عكس الواقع. I don't have يبقى if I had. I don't play if I played. يبقى في الحالة دي طالما حالة الجملة نفسها السنتنس جالك في الاختبار present، يبقى أنت تستخدم في الحالة دي على طول السكند كيس. طب الجملة فيها past، أما نشرح بقى الثيرد كيس بعد كده الحالة الثالثة بالنسبة لإف، هتعرف تطبق ازاي لما يكون الجمله في الباست. بس لما ندخل على الثيرد كيس، ها حد يا شباب عنده في السكند كيس في مشكله؟ طيب ندخل على الحاله الثالثه بالنسبه لقاعده اف ونركز كويس قوي في الحته دي. يبقى انا دلوقتي لو الجمله بطبيعتها بريزنت تايم هستخدم السكند كيس. يعني قال لي I don't have enough money يبقى if I had enough money. طب نيجي بقى للحاله الثالثه. الحاله الثالثه هي استحاله في الماضي. استحالة فين؟ في الماضي. يعني أنا بتكلم عن الكلام ده في الباست. أهو بقول هنا if Charlie Chaplin had died.
in 1989 he would have been 100 years old. انا بتكلم على الحاله دي في الماضي، بقول ان الشيء ده لو كان حصل في الماضي كان الحاجه دي حصلت، لكن تشارلي تشابلن دايد مش في نفس التاريخ ده. طيب جمله تانية، if he had tried harder، دي طبعا حاله اف الثالثه اهيت، if he had tried harder he would have won، لكن هو اوريدي اصلا في الماضي ما لا حاول انه يعمل الشيء ده ولا حصل اي ان هو فاز بالجائزه. يبقى اذا الكيس دي عباره عن ايه؟ عباره عن باست بيرفكت، وخلي بالنا في الحاله الثالثه هي باست بيرفكت، ومعاه هناك الناحيه الثانيه وود هاف او كود هاف والباست بارتيسيبل لازم تصريف ثالث. او اكزامبل كمان، هو اف جين هاد كم اي وود هاف سين هير، لكن شي ديدنت كم اصلا، يعني الجمله هي شي ديدنت كم اون هير usual train so I didn't see her. اللي كان بيسأل امتى استخدم الحالة الثالثة is a sentence في الماضي، قال لك جملة زي كده she didn't come on her صالحة usual train صالحة so I didn't see شوف her. انت يبقى في الحالة دي يا شوف شباب انا بستخدم الحالة انت الثالثة. صحيح. المايك يا شباب، طيب المايك ماشي اللي فتح بعرف. المايك، اللي فتح المايك يا لا شباب. طيب يبقى في الحالة دي انا اصلا بتكلم في الماضي، طالما اتكلمت في الماضي يبقى استخدم الحالة الثالثة، she didn't come on her usual train so I didn't see her. فبقول if Jane had come، نخلي بالنا حذفنا النيجاتيف النفي، ما لقيش واحد يقول لي if Jane hadn't come، لا if Jane had come. ليه؟ لان انا لغيت النيجاتيف ده عكس الواقع، قاعدة if غير اللي حصل بتديني النيجاتيف عكس، يعني هي she didn't come يبقى اقول if she had come. طب ايه اللي هيحصل هنا؟ I would have seen her. في الجملة الثانية بطبق اللي قلنا عليه، I would have seen her. I would have visited her وهكذا. يبقى الجملة بالنسبة لي في الحالة الثالثة بلاقي ان الجملة اصلا في الماضي. اهي جملة كمان، I didn't phone you because I lost your phone number. جملة زي كده، وقال لي في الاختبار استخدم if. اول شيء لازم الغي النيجاتيف، الغي الايه؟ النيجاتيف اللي موجود عندي هنا. طيب I would have phoned you، لغيت النيجاتيف، if I hadn't lost your phone number. طب انا lost هنا اثبات، حولتها نافيه، يبقى نخلي بالنا في نيجاتيف لغيته، فقلت I would have، I would have phoned you if I hadn't lost your phone number. يبقى نخلي بالنا من القاعده دي كويس قوي، الجمله فيها نيجاتيف حولها بوزيتيف، اثبات نفي ونفي لسه اثبات. برضه صح؟ نعم يعني مثلا في الجزء الأولى من الجزء الأول من الجملة بنبدأ بوضع عادي I would have عادي. اه لازم، ما انت هتطبق الحاله الثالثه، الحاله الثالثه تبدا بيها ايه؟ I would have phoned you. انت بتشوف الجملتين. طيب ايه اللي بيجي بعد اف؟ اللي بيجي بعد اف اللي بعد بيكوز، لو الجمله فيها بيكوز بتبدا بالجزء ده بعد اف على طول. يعني انت تقدر تقول if I hadn't lost your phone number I would have phoned you، عادي صح. بدات I would have phoned you if I hadn't lost your phone number، صح الجمله صح. اهم شيء ان انا استخدمت الازمنه صح. طب انا بستخدم الازمنه بناء على ايه؟ لو في بيكوز في الجمله اللي بيتبع اف بيكون الباست بيرفكت، يعني الزمن ده هو اللي احطه في الباست بيرفكت. لوست هتبقى اي هادنت لوست، وهي طبعا لوست اثبات احولها نفي، والنفي فين؟ في الباست بيرفكت، في الماضي التام. طب الجزئيه الاخرى من الجمله اي ديدنت فون، هحولها بقى باستخدام ايه؟ وود هاف فوند. اه تمام يا شباب. طب أستاذ انا سؤال، هو هطبق ممكن يجي جملة مزدوجة يعني فيها الماضي اللي هو تاب 2 و 3 ولا لا؟ لا قاعدة اف سكند او ثيرد بس، يا الثانية يا الثالثة، ما ينفعش تعملي ميكس بينهم. يعني هتستخدمي باست والود او كود والانفينيتيف يبقى دي السكند. طب الحالة الثالثة بستخدم لازم باست بيرفكت ومعاها وود هاف او كود هاف وتصريف ثالث، لازم امشي القاعدة كده، لكن ما ينفعش اجيب باست بيرفكت واجيب وود والانفينيتيف معاها هنا، لا طبعا لازم الرول تمشي واحدة، السكند يبقى انا عندي حق احفظها كده، الباست سيمبل الماضي البسيط ومعاه وود او كود والانفينيتيف المصدر. الحاله الثالثه بستخدم الباست بيرفكت اللي هو الماضي التام هاد وتصريف ثالث، وبستخدم معاه الود هاف او كود هاف وتصريف ثالث، يمشوا مع بعض، لو عملنا ميكس تسلم يا يبقى أستاذ، القاعده خطا. اوكي تسلم يا أستاذ. أنا كنت بس فاكرة إنه في اختياري ممكن يحصل إنه جزء ده ماضي وجزء مضارع، لا في لا ولا لأ؟ لا، ما ينفعش، لازم باست مع وود او ها او كود والمصدر.
اذا الحاله الثالثه يبقى معاكي ماضي تام ومعاها وود هاف او كود هاف وتصريف ثالث، دول بيمشوا مع بعض، ما ينفعش ابدل بينهم، ما ينفعش اجيب الباست سيمبل في الحاله الثانيه واخد معاها هناك وود هاف وتصريف ثالث، لا. طالما جزاك الله باست خير. وجزاكم اياكم. طيب نيجي لقاعده ويش، ويش برضو بستخدمها في الحاله الثالثه بشرط يكون في الماضي. يعني لو لقيت الجمله فيها ماضي وقال لي استخدم قاعده اي ويش، يبقى اي ويش في الحاله دي هستخدم عليها الحاله الثالثه. I wish I had done. أهي الجملة مثلا جاتني زي كده في الاختبار، قال لي he didn't study hard and now he's sorry about it. طبعا he didn't study hard ده الباست، يبقى أنا بطبق على طول الحالة الثالثة. طب الحالة الثالثة في قاعدة wish هي الحالة الثالثة في قاعدة if، يبقى he wishes أو I wish he had studied. ليه جبت had؟ لأن زي ما اتفقنا بنلغي النيجاتيف، نلغي النفي عشان ده عكس الواقع، فبقول هاد واجيب التصريف الثالث من ستادي تبقى ستادد. طب لو قال لي هي ستادد اصلا اوريدي ستادد، يبقى اي ويش هي هادنت ستادد. يبقى انا خلي بالي طالما الجمله منفيه هنا فيها نفي بتتحول اثبات في قاعده ويش او قاعده اف. طب الجمله مش منفيه هنا، يعني قلت ستادد هنا، يبقى هنا هيكون في نفي هادنت ستادد لانها عكس الواقع. ففي سنتنس زي كده I woke up very late في الماضي اهو، فهو بيقول لنفسه I wish I had gone to bed earlier last night، يبقى انا طبقت عليها الحاله الثالثه. سنتنس كمان اهيت على نفس الجزئيه موجوده عندنا، Many people wish that John F. Kennedy hadn't gone to Dallas. طبعا ده في الماضي في الباست، لان هو اوريدي وينت راح. فاذا لما اجي اقول ويش يبقى some people او many people wish that John Kennedy hadn't gone، لم يذهب، يا ليته لم يذهب يعني، لكن هو كده كده اوريدي وينت، يبقى ده في الحاله دي في الماضي، فطبق الحاله الثالثه على طول. واضحه؟ فيها بس مشكله؟ معلش استخدم امتى وش اي هاد I wish I had في الحاله الثانيه لما تكون الجمله في المضارع. يعني I don't have money يبقى أقول I wish I had money. طب قال لك I didn't have money هكتبها ايه في الحالة دي؟ يعني قال لك في الجملة I didn't have money وقال لي استخدم wish. طيب في الحالة دي هقول ايه؟ I wish، يبقى استخدم ايه؟ I wish على حسب ما هو يطلب مني يعني. على حسب ما يطلب، ما هو اللي هيحدد لك I didn't have money ولا I don't have money، فبناء عليها تطبق القاعده هنا. يبقى تقول اي ويش اي، انا هطبق الحاله الثانيه ولا الثالثه هنا؟ اي didnt have money هطبق الحالة اللي هي الثالثة عشان الثالثه. didn't. تمام، الحاله الثالثه بتقول لي بستخدم زمن ايه بعد اي ويش زي اف بالظبط؟ الماضي اللي اي التام. ويش او هاد. الماضي التام هنا هحول لي الجمله دي للماضي التام. ها فين أي جملة؟ اللي هي I didn't have money دي، وقال لك استخدم I wish. يبقى I wish I had been money. I wish I had money. ليه had؟ هي طبعا مش شائع ان انت تسمع had، بس had ده الفعل المساعد بالنسبه للباست بيرفكت للماضي التام، وهاد الثانيه دي التصريف الثالث من have. زي ما اتفقنا احنا بنلغي مين؟ النيجاتيف، النفي خلاص الغيه خالص. وكون الزمن بتاع الماضي التام. طب الماضي التام انا عارف انه بيتكون من هاد وتصريف ثالث، طيب الهاد فين؟ اهي دي الفعل المساعد، والهاد الثانيه التصريف الثالث من هاد. طب حته ثانيه، لو واحد مثلا قال لي اي didn't play well، كان بيلعب مباراه وما سجلش اهداف، فقال I didn't play well so I didn't score a goal. طيب الجملة دي أي زمن، سوري أي حالة بقى تطبق عليها؟ ها يا شباب I didn't play well so I didn't score a goal. الجملة دي في البريزنت ولا في الباست؟ الباست تحديد زمن الجملة مهمة عشان تقدر تحدد أنهي قاعدة في إف، الثانية ولا الثالثة؟ تمام. طيب هو بيقول لي I didn't play well، هطبق الحالة الثانية ولا الثالثة في الإف، قاعدة إف أو I wish؟ اللي هي الثالثة. التالتة. تمام، طيب أنا هعمل إيه؟ هقول I wish
اول حاجه اتفقنا عليها بنلغي مين؟ النيجاتيف، ونطبق على الحاله الثالثه اي ويش اي. زمن ايه في الحاله الثالثه يا شباب اللي بعد اي ويش او اف؟ ها يا شباب حد يجاوب. ها زمن ايه؟ زمن اف، زمن ايه اللي في قاعده اي ويش او اف في الحاله الثالثه؟ اللي هو I wish I had ايوه scored a goal. I had played، هو قال I wish I had played، ايوه معلش لأنه هو غلطت. already قال I didn't play well، يبقى معناها I wish I had played لو كنت لعبت، لكن هو he didn't play well، عشان كده he didn't score a goal. يبقى أنا في الحالة دي أخد بالي قوي إن أنا أطبق الحالة الثالثة، وإن أنا في نفي هنا didn't أحوله إثبات، إثبات في زمن الجملة اللي هو الباست بيرفكت. طب لو قال لي في الجملة دي استخدم اف، سيبنا من اي ويش، جالك في الاختبار وقال لك ها عايزين حد بقى يتفاعل مع الجملة دي، يا شباب جالي جملة زي كده في الاختبار وقال لي استخدم اف، I didn't play well so I didn't score a goal، ها مين يحل؟ نفس اللي بنطبقه، دي الحالة الثانية ولا الثالثة أول حاجة، وبعد كده طبق الحالة زي ما هي. ها مين جاهز يحل الجملة دي؟ أستاذ، هو الشاشة ثابتة ولا في حاجة يعني؟ اه الشاشة ثابتة، اه كده كده موجودة. طب قدامك السنتنس، الجملة I didn't play well so I didn't score a goal، ها مين يحل الجملة If دي يا I شباب؟ had play well, I will get score. If I had، ها كملي، A play well. play ده تصريف ثالث past participle، Blade will. played نخلي بالنا من التصريف الثالث، اوكي يبقى if I had played well ايه اللي هيحصل؟ I will get score goal. I would، وبعد would The ها score. لا لسه قبل score، تصريف الحاله الثالثه، احنا بنطبق الحاله الثالثه، would او could have والباست بارتيسيبل ما ننساش، I would have scored a goal، لكن انا already لا لعبت ولا سجلت. لازم نفهم الحته دي كويس قوي عشان نقدر نطبق صح ونحل صح. القاعده دي محتاجه فهم مش محتاجه حفظ، افهم اللي هو اطبق المثبت منفي والمثلي منفت. بالظبط المثبت منفي والمثبت. تمام، المثبت منفي والمنفي مثبت عشان اقدر ان انا امشي مع الواقع. هو بيقول لي I didn't play، فما اقدرش اقول له if I hadn't played هتبقى انت غيرت معنى الجمله، لكن بقول if I had played لو كنت لعبت I would have scored a goal، لكن انا لا اوريدي لا لعبت كويس ولا سجلت هدف. ها مفهوم يا شباب؟ هنحل عليها بعض الاسئله في الملازم هي. طب مين يحل الجمله دي يا شباب؟ نمبر 1 هنا، نمبر 1 يا شباب هنا، ماشي أستاذ، معاك. ها اتفضل. Alan lost our phone number so he didn't phone us. وعايزني أنفيها صح؟ إذا if هتبدا Alan بإف، ايوه إف، انت هتنفيها ليه؟ عشان اصلا لوست دي بوزيتيف اثبات. هنطبق الحالة الكامل أول الثانية ولا الثالثة؟ هو هنطبق الحالة اللي هي التالتة عشان اسمها ده في الماضي. إحنا في الباست في الماضي أنا، تمام برافو عليك. ها إف ألان، نكمل الجملة بقى يبقى فعلا الحالة الثالثة محتاج إيه بعد إف؟ didn't لا lost الحالة الثالثة، إحنا الثالثة didn't إزاي وإحنا فعلا الثالثة؟ had ها تمام، يبقى إف ألان هاد نوت، وهو حاطط لي نوت أهو، ها هاد نوت إيه؟ had not lost اللي هي هتبقى lost lost، هتبقى في lost زي ما اوكي هي. اوكي Our phone number he would he would، برافو عليك phone us. he would، لا نسيت حاجة دايما ننسى، He هاب يا would شباب هنا have اهي، would have phoned us، دي الحالة الثالثة لازم استخدم would have او could have وتصريف ثالث عشان ما انساش، تمام. تمام طيب مستر. مين جاهز يحلل اللي بعدها؟ نمبر 2،
سالي بروك هير ليج سو شي ديدنت جو اون هوليداي. جه في الاختبار قال لي استخدم اف. هو هنا الكتاب مسهل علينا شويه، مدينا ايه البدايه في الاختبار، هيجيب لك اف بس، فلازم تطبق بنفسك وتفهم معنى الجمله. ها يلا مين جاهز يحل؟ اف سالي هاد برو احنا خلي بالك انت ما كملتيش القاعده صح، احنا قلنا النيجاتيف بوزيتيف والبوزيتيف نيجاتيف، بروك بوزيتيف اثبات يبقى حوله نف، فهو حط لي هوليدي. النقطه. ها اف سالي هاد نوت او هادنت. ها سالي هاد نوت جون. التصريف الثالث من بروك. ها نوت بروك. if Sally had not broken her leg. طيب بعدين ايه اللي هيحصل؟ هتكملي الجملة دي. she She would not لا have would بقى would she would. ها she would بعد would. يا شباب هنطبق القاعده ما فيهاش اي صعوبه، يعني المفروض معروفه. would have التصريف الثالث من go. went لا past participle. gone. ها يس برافو عليك، يبقى هنا would have gone. ونخلي بالنا شلنا النيجاتيف، هو ما قلناش didn't ما قلناش wouldn't، نخلي بالنا من الحته دي. طيب نمبر 3 مين يحلها لي؟ اللي اتفضل 3. هي we didn't make a cake because we forgot to buy any eggs. تمام. هو هنا عكس تعرف صح؟ طيب انا اقول لكم حته كويسه، اول ما تلاقي because يا شباب اهي، يبقى ده الجزء اللي يتبع اف. خلي بالنا لما نلاقي because يبقى ده الجزء اللي يتبع اف اهو. طيب ها يبقى نبدا بوي. ها وي اللي هو المثبت منفي ومنفي مثبت. وي مثلا تمام. وي دونت ميك وي ميك كيك. انا عايز اطبق القاعده، خلي بالك انا قاعده اف الحاله الثالثه قلنا بتتكون من ماضي وي تام. وود ها اللي هو وي وود هاف تمام وود. وي وود هاف ميك كيك طب التصريف ميد الثالث من ميد ميك ميد. ميد تمام معلش يبقى وود وي هاف وود ميد هاف ا ميد كيك ا كيك. ها if كمل. we had not if we If had we not forgotten to buy some eggs. forgotten. اوكي تمام. طيب يبقى انا خلي بالي لما يجي لي جمله زي كده في الاختبار ويقول لي استخدم قاعده اف، لو هبدا باف في اول الجمله كده كده اوريدي اللي بيجي بعد بيبوز هو اللي بيستخدمه بعد اف. يعني لو عندك بيبوز موجوده استخدم جملتها اللي بعد بيبوز دي مع اف، سواء جبت اف وسط الجمله جبت اف في اول الجمله لازم استخدم اللي بعد بيكوز بعد اف. يعني الجمله دي ممكن ابدا اقول ايه؟ if we had not forgotten to buy some eggs we would have made a cake. اقدر ابدل الجملتين ايوه، بس اهم شيء ان الفعل اللي بعد بيكوز هو اللي بيستخدم بعد اف. ما الاقيش واحد يبدل الجمله ويقول لي if we would او if we had made a cake، يبقى انت كده غلطان في الجمله خالص، المعنى مش هيكون مظبوط. يا شباب واضحه الحته دي؟ طيب نطبق على اي وش. في حد لا عنده يا مشكله في أستاذ. قاعده اف الحاله الثالثه؟ الاول اهم شيء فهمنا الجزئيه دي ان اساسي لازم يجي فيها في الاختبار يا من الحاله الثانيه يا من الحاله الثالثه. حد عنده مشكله في قاعده اف الحاله الثالثه؟ ايه لا حد عنده مشكلة يا شباب في الحالة الثالثة؟ في مشكلة؟ لا يا أستاذ. تمام واضحة الحالة الثالثة، ماضي تام would have أو could have والباست participle ما ننساهاش، واللي بعد إف لازم يكون باست بيرفكت ماضي تام. طيب ندخل على قاعدة أي ويش. ها أحلى يا أستاذ. آه اتفضلي. I wish I had told you the truth. Now I'm feeling sorry. تمام اول حاجه انت حددت زمن الجمله بريزنت ولا باست عشان نشرح بقيه الناس اللي معانا. ها
احنا الزمن البريزنت ولا باست في الجمله دي؟ I didn't tell. زمن الباست. طب انا لقيت الباست هنا منفي، مش هيكون في نفي لان wish عكس الواقع اهي، يبقى I wish I had، احذف النيجاتيف خالص واطبق الحاله الثالثه زيها زي if بالظبط، يبقى I wish I had told the truth. اساسي تيجي حاجه زي كده في الاختبارات، مهمه جدا قاعده wish واف، الحاله الثالثه والحاله الثانيه واي ويش مهمين جدا، لازم اساسيين في الاختبار، اذا ما فهمتهم صح مش هتحل صح. طيب الجمله اللي بعدها، ها مين يحل يا شباب؟ نمبر 2. معك أستاذ. اتفضل. John borrowed some money from his mother. Now he is sorry. Wishes اوكي. he had borrowed some money from his mother. ها جون ويشز، لو قال لك John استخدم قاعدة ويش. ها John wishes had هي he ها had John مش wishes هنعمل. he had طيب هو هنا في مين بوزيتيف، يبقى نحوله ايه؟ نيجاتيف. النيجاتيف يتحول يبقى ايه؟ هاد ولا هادنت؟ hadn't borrowed. يبقى هادنت بورد. يبقى انا جبت التصريف الثالث اهوت قدامي في الجمله دي، وما انساش ان هنا بوزيتيف اثبات احوله نيجاتيف على طول اهو في الحاله الثالثه، واستخدم الباست بيرفكت واكمل جملتي عادي. يبقى انا افهم الجمله صح عشان اقدر اطبق صح. طيب نمبر 3، مين يحل 3؟ يلا عشان ندخل على رول بعد كده يا شباب. ها ماري didn't get up early, now she's sorry. قال لي استخدم وش الجملة دي في الاختبار، كتب لي وش، She had يبقى ماري wishes. ها up. She she had had got up early. she wishes she had got up early. تمام، واضحة؟ فهمناها تيجي ازاي في الاختبار عشان ندخل على القواعد التانية. هنشوف بقى الفيدباك يا شباب، اللي عنده اي مشكلة في قواعد الكونديشنالز اف او اي ويش، ها معاك الفيدباك، او افتح المايك وقول لي اوكي، او عندك مشكلة او كده. ها في مشكلة في استاذ، الكونديشنالز؟ حتى الوش نحولها تصير اي دي يعني، ولا دايما وش؟ لا وش يا وش يا ويشز، مش بنحولها في الباست، يعني اللي هي اي ويش او شي ويشز بتبقى بريزنت، لان هو التمني في وقت الكلام نفسه، هو بيعتمد على تمنيك بقى في الماضي ولا في المضارع، يعني انت بتتمنى حاجه حاليا ولا حاجه بتتمناها في الماضي اصلا، يعني الوش نفسها حصلت في الماضي ولا في البريزنت من زمن الجمله. يبقى انت بتبدا باي ويش او هي ويشز، زمن وش يبقى بريزنت على طول، اما الازمنه اللي جوه بقى بتختلف حسب زمن الجمله، اذا كان بريزنت تايم يبقى انت بتطبق الحاله الثانيه، اذا كان باست تايم يبقى بتطبق الحاله الثالثه. تمام يا شباب، عشان ندخل بعد كده على الباسيف، لان الباسيف مهم لا قوي مدى برضو. عليك، ها لا مدى عليك. نكمل يا شباب، في حد فتح المايك ومش لا مجمع معانا يا مراقب، شباب. لا مراقب. ايش بدي اعمل؟ طيب ندخل يا شباب على الباسيف. ها الباسيف صفحة 56. طيب عندي جزئيتين في الباسيف نخلي بالنا منهم، الباسيف العادي والامبيرسونال باسيف. في باسيف يا شباب بستخدم معاه التطبيق، بنطبق الرول العادية خالص القواعد العادية، وفي باسيف بستخدم معاه الامبيرسونال باسيف. دي قاعدة ودي قاعدة، هنبدأ الأول بالباسيف العادي نفهم، وبعد كده ندخل على الجزئية الثانية الخاصة بالامبيرسونال باسيف. طيب انا الباسيف عشان افهم الباسيف لازم ابدا بالاوبجكت، ابدا بالمفعول في الجمله نفسها عشان اطبق صح. انا اللي يهمني في الباسيف ان الشيء ده تم او حدث، يعني مثلا I ate a sandwich، a sandwich was eaten، ما يهمنيش قوي by me by him by علي، المهم ان ده was eaten أو was done was finished. تمام. طيب احنا عشان نمشي على الرولز الخاصه بالباسيف مهم جدا تحديد زمن الجمله، احدد زمن الجمله كويس عشان اقدر ان انا اشتغل على الباسيف صح. يعني هنا مثلا في السنتنس دي قال لي someone types the letters، حددت زمن الجمله لقيتها present ليه؟ عشان types،
طيب في البريزنت ببدا بالاوبجكت المفعول اهوت، وبعد كده از او ار على حسب، يعني ليترز ار، طب وان ليتر از، واجيب الباست بارتيسيبل ذا ليترز ار تايبد باي سم ون، ما يهمنيش السم ون ده مين، المهم ان الليترز ار تايبد. طيب ندخل على زمن الجمله اتغير وبقى باست، او سم ون توك ماي كاميرا، يبقى ماي كاميرا ووز تيكن. طب لو كاميراز وير تيكن، يبقى انت زمن الجمله على حسب الزمن بحدد القاعده اللي همشي عليها. يبقى هنا ببدا بالاوبجكت في الباست، لو لقيت زمن الجمله الباست سيمبل، وبعد كده ووز اور وير، والباست بارتيسيبل معايا اساسي. طب لو زمن البريزنت بيرفكت، دخلت لقيت الزمن هاز او هاف وتصريف ثالث اهي، شي هاز باكت ذا بوكس، يبقى ذا بوكس هاف بين باكت. نخلي بالنا ما ننساش بين في النص اهي، بين دي بتحدد زمن الجمله ان الزمن ده بريزنت بيرفكت. طب البريزنت بيرفكت بيتكون من حاجتين، من هاز او هاف وتصريف ثالث اهو، the books have been packed. طب لو هي one book يبقى has been packed. اسهل شيء في الزمن ده ان كده كده already بيجيب لي تصريف ثالث في الجمله اقدر استخدمه. طيب ندخل على الزمن اللي بعده، لو هو past perfect، Bob had paid the bill. انا حددت زمن الجمله لقيت ان ده past perfect، past perfect بسهوله بجيب بعده been والتصريف الثالث. يعني من اسهل الازمنه البريزنت بيرفكت والباست بيرفكت. ليه؟ انا بحط بس هاز او هاف وبين وتصريف ثالث، او هاد وتصريف ثالث على حسب زمن الجمله اللي قدامي ده. طيب اكمل بقيه الازمنه، لو انا عندي بقى ازمنه المستمر، يعني لقيت الجمله فيها اي ان جي، ام بلاينج، ذي ار mending، ذا كار، طيب بعمل ايه؟ ببدا بذا كار، از او ار على حسب الكار دي از اهي، بينج والباست بارتيسيبل، لازم يكون في هنا بينج عشان تدل على زمن الجمله ان ده مستمر، ان هو ده البروجريسيف او الكونتينوس، زمن المستمر، المضارع المستمر مش الماضي. لو دخلنا لقينا زمن الجمله ماضي مستمر، يعني لقيت ووز اور وير والاي ان جي زي كده، they were building it، it was being built، لازم اساس اجيب being، مهم قوي ليه؟ عشان دي بتوضح ان هنا في استمراريه في الاكشن نفسه في الاي ان جي. طب نيجي للمودلز، المودلز دي يعني الافعال الناقصه كلها او الافعال المساعده، لقيت will، لقيت could، would، may، might، should، had to، must، كل الكلمات دي لما بلاقيها بستخدم be والتصريف الثالث. The job will be finished. We must do the work. The work must be done. واجيب التصريف الثالث عندي. طيب في مشكلة في الجزئية الخاصة بالباسيف العادي يا شباب؟ ها؟ هي بتبقى واضحة صحيح، بتبقى الاختبار يعني بتبقى صريحة يعني. تبقى واضحه زمن الجمله موجود، بس انت بناء عليه لازم تحدد انت الزمن، يعني مش هيقول لك ان انا الجمله دي مثلا في الباست حوله باسيف في الباست، لا هو بيجيب لك توك، فانت بناء على توك بتعرف ان زمن الجمله باست، احول باسيف في الباست. لقيت بريزنت بيرفكت، يعني لازم اكون عارف الازمنه كويس بتتكون من ايه قبل ما احل باسيف صح، ابقى فاهم كل زمن بيتكون من ايه، هل معلش هو استاذ، بس بريزنت؟ ممكن ترجع البريزنت شوية، نعم. البريزنت بتاع البريزنت طيب ليه أول زمن حاجة؟ البريزنت اول حاجه، تمام، البريزنت ده عباره عن فيرب بيتضاف له اس يا بدون اس، تايب او تايبس، بلاي او بلايز، ريد او ريدز، دونت او دازنت، هاز او هاف، يعني لقيت هنا في الجمله دي سام وان ديدنت بلاي، يبقى انا هنا بتكلم في الماضي، طب قال لي هي دازنت بلاي يبقى بتكلم في البريزنت، طب قال لي تايبس بقى بريزنت، يبقى الفيرب متضاف له اس او بدون اس مع اي وي وذي مع المجموعه ما بتاخدش اس. لقيت هنا مثلا سام وان تايبس، لقيت هنا they play football، يبقى football is played، لان لقيت play ده يبقى ده زمن البريزنت. طب لقيت جمله فيها don't او doesn't يبقى برضه present، لقيت has او have present، لقيت عندي مثلا من ضمن البريزنت اي حاجه بقى فيها اس او بدون اس مع الفعل، يبقى انت كده بتتكلم في زمن البريزنت، بتجيب الاوبجكت المفعول هنا وبناء على المفعول ده بتحدد is ولا are، والتصريف الثالث بقى من الفيرب الاساسي ده، محدش يكتبه تايبس زي ما هو، لا ده ليترز ار تايبس، يبقى ده تصريف ثالث، لان معناها ان الاكشن ده تم او حدث. يا شباب فيها مشكله الحته دي؟ ها ماشي تمام يا مستر، وضحت؟ طيب وصلتها. نيجي بقى ليه، طيب مثلا هنحل جمله زي دي نشوف الناس فهمت ولا لا. لو جمله زي دي في الاختبار وقال لي تعالى حولها لي لباسيف، A large crowd was watching the match. مين جاهز يحلها؟ ها يا شباب، A large crowd was watching the match. أول جزئية لازم أحدد زمن الجملة صح عشان أحل صح. بصير the match was being watched.
برافو عليك، يبقى the match was being، وخلي بالي ان being دي بتدل على المستمر الاستمراريه، ولازم اجيب بقى تصريف ثالث هنا اهي، was being watched by a large crowd. دي زياده من عندي اوبشنال ان انت تكتبها او لا، عايز تكمل by a large crowd اوكي، عايز تقول بس the match was being watched صح، لان انا ما يهمنيش قوي مين اللي كان بيتفرج على الماتش ده، يهمني ان الماتش ايه was الكمبيوتر؟ being watched. تمام يا شباب؟ طيب مين يحل لي الجمله دي؟ نمبر 6. ها معاك يا استاذ. ها، حد كريستوفر يحولها سيد. لي باسكت. ها سهله خالص اهي. Two different teachers have marked the exams. Exams was نخلي بالنا من زمن الجمله، محدش يقول لي was. here have mark اول حاجه have، لان exams ما ينفعش اقول has صح؟ have been طيب have have been been، mark ما ننساش been، لازم الفيرب بي ده يكون موجود جوه الجمله، يا being يا been يا بي يا is او ار was where، لازم اساس يكون عندي في الجمله عشان الباسيف يكون صح. طب هنا have been، تصريف الثالث من mark موجود زي ما هو marked، واكمل بقى by two different teachers، دي اوبشنال اختياري تقدر تضيفها او لا براحتك مفيش مشكله. طيب عايز حد يحل لي جمله كمان مثلا؟ ناخد نمبر 1 هنا، نمبر 1 يا شباب. ها مين جاهز؟ The French team has won the silver medal. has been no. ها the silver medal has been، طبعا انا قلت has ليه؟ عشان medal واحده، ميداليه واحده اهي، يبقى has been won، لو هما medals يبقى have been. طب قال لي medal واحده يبقى has been won، التصريف الثالث زي ما هو، وعايز تكمل by the French team اوكي، عايز تقف هنا في الستوب اوكي. طيب مين يحل لي جمله كمان يا شباب؟ اه دي نمبر 5، مين جاهز يحل الفايف؟ عايز الناس كلها تشارك عشان تتاكد الناس فهمت. ها the ماشي استاذ secretary معاك. sent a reply، اتفضل. اعتبر the reply اوكي was sent by secretary. نعم برافو عليك، تمام. a reply was sent، حددت زمن الجمله الباست سيمبل، was sent by the secretary. طيب ده بالنسبه للباسيف العادي، تعالوا بقى ناخد الجزئيه بتاع الامبرسونال باسيف اللي هي الاصعب شويه. الامبرسونال باسيف هي اصعب من دي شويه، الباسيف العادي سهل بس هي نفس القواعد ما فيهاش مشكله، اللي فهم الباسيف مش هيبقى عنده مشكله في الجزئيه بتاع الامبرسونال باسيف. طيب الامبرسونال باسيف هو اتقال عليه كده لانه هو غير محدد بالظبط، يعني some people say some people think، ما يهمنيش، اللي يهمني ان الحاجه دي اتقالت او اتعملت، فده سميته impersonal passive، بيجي مع مجموعه افعال معينه. ايه هي مجموعه الافعال دي؟ believe think say consider، كلمات اللي هي فيها know، فيها معرفه عامه اهي، know believe think say، هناخدها بالتفصيل. ال impersonal passive unit 9 يا شباب. اوكي طيب الامبرسونال باسيف بيجي مع مجموعه افعال معينه زي ما اتفقنا، ايه هم المجموعه؟ الجروب اللي قدامي ده يا شباب، الجروب اللي قدامنا هنا اهو، المجموعه دي لقيتها في الجمله يبقى اعرف ان ده باسيف بيتحول بطريقه معينه. لقيت سي، لقيت نو، ثينك، اندرستاند، hope، believe، claim، expect، suppose، report، consider، regard. أول شيء لازم أحدد زمن الجملة. يعني الإكزامبل قدامنا أهو نشرح عليه. Doctors say، قال لي people say، people believe، يبقى أي فعل موجود هنا من الكلمات دي هي بستخدمه كإمبرسونال باسيف. إمبرسونال يعني بشكل عام، حاجه بتتقال بشكل عام او people believe. طب انا بعمل ايه؟ لها طريقتين في الحل، نركز شويه في الحته دي يا شباب. الطريقه الاولى يهبدأ ب it is، يهبدأ بالاوبجكت اللي بعد ذات. فين الاوبجكت اللي بعد ذات؟ junk food. يعني جمله زي دي في الاختبار وقال لي اعملها passive، هبدأ بالجانك فود اللي هو المفعول ده. طيب بعد جانك فود زمن الجمله سيده بريزنت ولا باست؟ ها مين يقول يا شباب؟ مين يرد؟ بريزنت ولا باست؟ سي
present. شباب present. طالما present اتفقنا ان المضارع البسيط بنجيب معايا is ار. طب الجانك فود از ولا ار از؟ لان جانك فود لا يعد، جانك فود از. واجيب التصريف الثالث من سي، يبقى از سيد. طب بعد از سيد نخلي بالنا من الحته دي بقى، تو جانك فود از سيد تو. طيب اللي بعد تو، ادور على الفعل الاساسي في الجمله، فين الفعل الاساسي هنا في الجمله اللي جوه دي؟ از. طب ينفع اقول تو از؟ لا، اقول تو بي. طب لو هنا مكان از هاف، يبقى تو هاف. play to play، read to read، يبقى الفعل ده اللي هجيبه بعد تو على طول، بس بشرط يكون في زمن المضارع البسيط. يعني هنا is are play sleep read eats وهكذا. يبقى اي فعل هنا في المضارع او لو في الفيوتشر، يعني will have هتقول to have، will play to play. طب اذا كان الزمن هنا ماضي هنجي لها جملة تانية تحتها، خلي بالنا يا شباب الحتة دي مهمة قوي. لو الزمن ده ماضي جوه الجملة، وشايفين كلمة دايد، ها بريزنت ولا باست دي يا شباب؟ دايد بريزنت ولا باست؟ بريزنت لا دايد، دايد مات خلاص الله يرحمه من زمان، دايد خلاص، يبقى في الباست. طب الباست هنا قال لي تعمل ايه؟ بعد تو لازم تجيب هاف قبلها، والباست بارتيسيبل. يبقى انا ابص على زمن الجملة، اذا كان باست او باست بيرفكت او اي زمن من الازمنه اللي هي فيها الباست، هجيب تو هاف وتصريف ثالث من الفيرب ده. هو كده كده اوريدي متغيرش، اهو دايت دايت دايت. يعني في تصريفات افعال ما تتغيرش، بلاي بلايد بلايد، فيزيت فيزيتد فيزيتد. اما الافعال اللي بتتغير دي مسؤوليتك انت بقى تعرفها، زي تيك توك ازاي تيكن، هنا دول لازم يبقوا وجيت محفوظين. عندي مثلا خلي سي بالك سو سين، عندي مثلا جو وينت جان، يبقى الافعال دي لازم تكون محفوظه. الافعال المنتظمه ما فيهاش مشكله زي كده، تو هاف دايت. طب اخلي بالي في اول الجمله بدات ازاي؟ قلت لقيت بليف ده زمن مضارع اهو، يبقى ذات ذا بيردز بدات بالمفعول اللي هو مين؟ ذا بيردز. طب از ولا ار؟ احنا عارفين ان بليف بريزنت مضارع، يبقى اقول از ولا ار؟ اقول ار. ذا بيردز ار بليفد، التصريف الثالث من بليف. لازم الباسيف يكون فيه تصريف ثالث، الباست بارتيسيبل، ما ينفعش باسيف من غير باست بارتيسيبل. يبقى ذا بيردز ار بليفد تو هاف دايد، واكمل الجمله عادي. طب في طريقة تانية أسهل من كده؟ أيوة في، بس هو لو في الاختبار حب يخلي الاختبار أصعب هيخليك بالطريقة دي تستخدمها بالشكل ده. طب إيه الأسهل من كده؟ في طريقة سهلة جدا، بس بشرط لو ساب لك الباسيف مفتوح. يعني إيه ساب الباسيف مفتوح؟ يعني قال لي اعملها باسيف وخلاص. شايفين الجملة دي؟ أهي الطريقة التانية، بس بشرط لو قال لك حول باسيف وسابها لك مفتوحة. طب لو قال لي ابدأ بإت، يبقى في الحالة دي هستخدم الطريقة دي بس. طب الطريقة دي سهلة أسهل من الأولانية؟ أيوة. It is said that، مجرد أنت هتشوف الفيرب say present هتقول It is said that، يعني يقال، الناس بتقول الكلام ده، ونكمل الجملة عادي بدون أي تغييرات. يبقى أنا كل تغييري It is said that وأكمل الجملة عادي، ودي الأسهل، واحتمال ما يجيبش الأسهل، ممكن يجيب لك الأصعب، فلازم تتدرب على الاثنين. طيب اهو لقيت بليف، بس دي في الماضي بقى، لقيت بليفد فين؟ في الماضي. هقول ات ووز بليفد، لان ات مش هينفع هنا اقول ات از بليفد، لان هم ذي بليفد اصلا، واكمل جملتي عادي، بس بشرط يقول لي ابدا بات. طب لو ما قاليش ابدا بات وقال لي اعملها باسيف وخلاص، بدات بات صح، استخدمت الطريقه الثانيه صح. طب انا عايز واحد يحل لي بقى الجمله دي بالطريقه الثانيه. ايه هي الطريقه الثانيه يا شباب؟ لو قال لي ابدا بدرينكينج، بدرينكينج ووتر، دي هي لها طريقتين في الحل قلنا. الطريقه الاولانيه الاسهل اهي، ان انت تبدا بإت وخلاص وتكمل جملتك عادي. طب الطريقه الثانيه اللي احنا لسه شارحين عليها هي يا شباب، اللي هي دي، قلنا بنبدا باللي بعد ذات، وبعد كده السد تو بي او تو هاف او على حسب زمن الجمله هنا. ها مين يجرب هنا يحل الجمله دي؟ جملة زي كده في الاختبار، جالي وقال معك لي سر. people say that drinking water first thing in the morning makes you healthier، وقال لي ابدأ بدرينكينج ووتر، ما قاليش ابدأ بإت، صعبها عليا وقال لي ابدأ بدرينكينج ووتر. ها مين يحلها؟ أقول مثلا drinking water
ايوه السيد اه السيد تو تمام، بي برافو عليك. السد تو بي، ليه بي؟ تو فين بي الفيرب بتاع الجمله ده؟ ها ميكس. معلش يبقى تو ميك، تو ميك. اوكي يبقى تو ميك يو هيلثير، بس make you كده. healthier. كمل الجملة. تمام، وكمل بقيه الجمله. طب الجمله اللي بعدها يا شباب، بس بشرط ان هنا ميكس بريزنت، فقلت تو ميك على طول. لو الزمن باست هقول تو هاف ميد. نخلي بالنا، مين جاهز يحل اللي بعدها؟ الجمله دي صعبها عليا شويه، وقال لي ابدا بذا فاكتوري. ها مين جاهز؟ The factory. ها The factory are لا ليه ار؟ بليف خلي بالك زمن الجمله اصلا ماضي، بليف ده ايه؟ ماضي، was بليف يبقى was was بليف believed. ها واكمل، the factory شباب. was believed to، The خلي بالنا factory من was to. to pollute. لا احنا قلنا لازم have وايه وتصريف ثالث، لان ده ماضي، to have polluted the river. خلي بالنا من الجزئيه دي كويس قوي. زمن الجمله هنا ماضي، يبقى قول to have polluted، to have played، to have finished. لقيت الزمن ده present، هيسهل عليا احط الفيرب وخلاص، to play، to eat، to make، to be، to have، وهكذا. ها يا شباب فهمنا الحته دي؟ الجزئيه دي بتلخبط ناس كتير، نخلي بالنا أستاذ، منها. ها نعم يس. أنا متى أستخدم الطريقة الأسهل؟ اذا قال لك اعملي passive بس، حولي الجمله passive، في الحاله دي بدات بالطريقه الاسهل صح، بدات بالطريقه الاصعب صح. لكن المشكلة لو أجبرك إن أنت تبدأي بدي، يعني لو أجبرنا نستخدم الطريقة التانية هيقول لي ابدأ بالكلمة دي، هيجي في الاختبار زي كده، ومثلا بين الأقواس يقول لي ابدأ بجانك فود، يبقى هو هنا كده عايز يصعبها عليا. طيب لو قال لي ابدأ بإت، أبدأ بإت. يبدأ طب قال لي اعمل الباسيف وخلاص، يبقى أي طريقة منهم صح. لكن ما ينفعش يقول لي ابدا بجانك فود واروح بادئ له بإت، يبقى خطأ. فهمناها يا شباب دي الحتة دي؟ أستاذ، يعني نحل على في المضارع إز، و في المضارع لما يكون عندي إز، تو زائد المصدر، تو زائد بي. تو الفعل، ايا كان الفعل بقى، بي، ميك، بلاي، زي ما يكون الفعل، ماليش علاقة ببي، ممكن يبقى از، يبقى في الحالة دي هو البي، ممكن الفعل ميكس يبقى تو ميك، ممكن الفعل بلاي يبقى تو بلاي، وهكذا حسب فعل الجمله. طيب هنحل عليها كذا سؤال دلوقتي عشان الناس برضو تاخد بالها منها كويس. طيب ممكن نحل يا شباب السؤال طريقه، طبعا بخلي بالي من الحاجه دي مع مجموعه الافعال اللي اتفقنا عليها، بليف، سي. طيب ناخد زي دي كده، مين جاهز يحل الجمله دي؟ دي جت سنة 22 23 السنة اللي فاتت، وقال لي ابدأ بإت، يعني سهل على الناس اللي عدوا السنة اللي فاتت. ها مين جاهز يحل دي يا شباب بإت؟ It was believed. It was ليه believed. ليه ووز؟ هو هنا بليف ولا بليفد؟ Believe. طيب بليف دي يبقى بريزنت، يبقى إت إز بليفد، It is believed. وكمل الجملة. ونكمل جملتنا عادي. يعني معنى لو جاب لنا حاجة زي كده يبقى بدينا هدية. طب لو هو صعبها علينا بقى وقال لك ابدا بذا فرنش جول كيبر، واحد حاطط اختبار كده وعايز يصعب على الطلبه، ها مين جاهز بقى يحل السؤال ده؟ قال لك ابدا بذا فرنش جول كيبر. The French goalkeeper ها is said is believed to is believed بقى، هستخدم believe مش said. ها is believed to ايوه be. تو، برافو عليك. ها حد قال بي اهي، يبقى تو بي. ليه بي؟ عشان رجعت از لاصلها بقت بي، واكمل بقيه الجمله تو بي ريسبونسبل. ها يا شباب واضحه؟ تمام. نحل مثال كمان. طيب خلينا ناخد دي، ها دي لسه حلينها برضو، جت سنه 2021. ها مين جاهز يحلها؟ خليناها مره بس عايز اتاكد انتوا فاهمين مين. ها او بلاش دي، طالما حلينا عليها نحل مثال تاني. ها ناخد الجمله رقم بتاع، لا دكتور سيدي حليناها برضه. طيب ممكن ناخد
ماشي الجملة هنا دي. People say that plastic takes years to break down. بنحلها بالطريقتين عشان نفهم هنتعامل ازاي في الاختبار. مرة قال لي ابدأ بإت ومرة قال لي بيبدأ ببلاستيك. ها مين جاهز يحل إت الأسهل؟ أقول له it is It is said. said ونكمل بيت الجملة دي. وذات ونكمل الجملة سهلة. ماشي طيب قال لي ابدأ ببلاستيك. بقول له بلاستيك is said to Is take is said to take. تمام ممتاز. واكمل بقية الجملة عادي بقى. To take years to break down. بس كده. طيب الجملة اللي بعدها عايز الناس كلها تشارك يا شباب عشان تتأكد ان تمام والناس فاهمة. ها نحل الجملة دي. Scientists believe that the term smog was used for the first time in the early 90s. ها مين جاهز يحل الجملة دي؟ عايزين مشاركين الناس كلها تشارك يا شباب. عادي اغلط مش مشكلة، اهم شيء تتعلم من الخطأ. ها مين يا شباب يحل؟ طيب قال لي ابدأ بإت. ها يلا اتفضلي ابدأ بإت. الناس تركز. ها إت. it is believed طيب في حد من البنات تقريبا عايز يحل. ها اتفضلي. ها في حد قالها هيحل يا شباب من البنات تقريبا. ها إت. ها مين جاهز؟ كم إت. مسلسل ماشي اتفضل. اوكي it is believed that وكمل بيت الجملة ماشي. It is believed that. حلو طيب اللي بعدها. لو بدأت بـ the term smug اللي هي دي اللي بعد that. لو بدأت بـ was لا ما اقولش was هنا، لازم believe. طالما present بره كده يبقى استخدم is عادي. يبقى the term smug is ماليش believed. دعوة بـ ها was اللي جوه. اوكي شطة هنغيرها على حسب زمن الجملة. ها the term smug is believed وبعدين دي كلمة اسمها is believed مايك يا شباب. المايك is believed. ها ده ترى اسمها was لا ما ينفعش هنا was. ليه؟ عشان believe الزمن الاساسي present بره. طيب the term smug is believed بعد believed ده ترى smoke is believed to. تو احط ها الفعل طب اللي هي عندي الفعل اون هنا، بالفعل الفعل بقى هنا present ولا past؟ خلي بالنا اللي هو used past was used في الباست. طيب to حلو have to have. ها used to have been used. ليه have been used هنا؟ عشان هنا passive. اصلا السموج was used، كان بيستخدم. يبقى لما اجي اقول to have يبقى اقول to have been used. احط طب بين لو ما عشان اوز يعني عشان was used على بعضها دي passive فتحولت to have been used. طب لو كانت used بس كنت قلت to have used. شايف الفرق؟ ان the smog was used يبقى to have been used. طب لو هي used بس كنت قلت to have used بس كده عشان الماضي. واضحه؟ طب الاكزامبل اللي بعده. ها ده people think that the factory dumped toxic waste into the river. قال لي ابدا بإت وابدا بذا فاكتوري. ها بنتعلم الطريقتين عشان ما نغلطش. مين جاهز؟ ها أستاذ أنا ال 24 اللي هي 24. يس اللي هو ال it is said it is مش said. لا شوف الفعل ايه. no it is think it is thought. حولها thought تصريف ثالث يبقى it is thought. ها وكمل جملتي عادي. طيب ها نبدأ بذا فاكتوري. مين؟ The factory is ها تمام. the thought thought thought. thought to ها have wasted to have. لا الفيرب مش waste، الفيرب مين؟ dumped ايوه to have dumped يعني ده الفيرب. waste دي noun اسم هنا toxic waste. وليه حطيت have هنا؟ عشان الزمن ده ماضي اهو. واكمل بقيه الجمله. to have dumped waste او toxic waste into the river. ها واضحه يا شباب؟
احنا ليه حطينا حرف مع ان احنا بادئين بيز عادي؟ ما انا عشان زمن الجمله ماضي جوه اهو هنا ده ضمت. هي معناها ان الناس بتعتقد. فالفاكتوري يعتقد انه to have dumped. يعني اعتقاد الناس ده في البريزنت. اما الفاكتوري dumped في الباست. يعني الفاكتوري عمل الشيء ده في الماضي. فالناس بتعتقد حاليا في البريزنت. فاذا زمن الجمله هيكون بره بريزنت وجوه يبقى ماضي ياخد ايه؟ هاف وتصريف فاعل. عارف لو في حاله ان الزمن ده اصلا already thought يعني people thought هنا او people believed في الماضي كنت في الحاله دي هقول it was believed او it was thought او it was known. يبقى حسب زمن الجمله الخارجي ده هل هو present ولا past؟ يعني انا بقسمها نصين اللي هي الزمن الداخلي والخارجي. اه بالظبط. في زمن القول اللي بره ده اللي هو think او believe او say او know او consider دول. وفي زمن اساسي جوه الجمله نفسها اللي هو الاساسي ده زي dumped زي is زي make هتلاقيه جوه الجمله. فالزمن الاولاني لو هنا present هتعامل معاه present، لو هنا past هتعامل معاه past جوه نفس الطريقه present هتعامل معاه present past هتعامل معاه past. بس ها فيها مشكله يا شباب الحته دي تمام، تسلم يا مستر. واضحه؟ طيب هناخد بالنا من بعض النوتس برضو في الباسيف هقول لكم عليها سريعا كده. طيب في بعض النوتس في الباسيف اهيت اللي هي خاصه ببعض الافعال زي ميك وليت. ميك وليت احنا عارفين ان ميك او ليت الفيرب بيكون انفينيتيف بير انفينيتيف. يعني ايه بير انفينيتيف؟ يعني فيرب بدون اي شيء. let me go, let me play, let me go, let me have, let me read وهكذا. يبقى الفيرب let موجود معاه مصدر بدون to زي ما احنا عارفينه. وهنلاقي نفس المجموعه دي see و hear و watch و notice و smell و feel و make و let. طب انا عشان احولهم للباسيف يعني عشان احول الجمله دي للباسيف اهي وليكن الاكزامبل اللي قدامي ونطبق عليه نفس القواعد دي هنا. The teacher made us do a project. الجملة active. جملة عادية، قال لي حولها passive. طب أنا عارف إن make معاه بير infinitive يعني مصدر بدون to. لما أجي أحوله للpassive أرجع to بقى تاني. We were made to do. خلي بالنا من الملحوظة المهمة دي. لما يكون verb make أو see أو watch أو smell أو notice الأفعال دي مجموعة الأفعال دي هي معروفه طبيعي ان بعدها بير انفينيتيف. يعني ايه بير انفينيتيف؟ يعني مصدر بدون تو. لما اجي افتح ولها للباسيف لازم اجيب تو بقى هنا تاني ارجعها تاني لاصلها. يبقى وي وير ميد تو دو، وي وير ليت تو دو او تو بلاي او تو جو وهكذا. يبقى الفعل بالنسبه لي معاه تو طالما في الباسيف. فيها مشكله؟ في مشكله يا شباب في الباسيف عشان نخش على جزئيه كمان. ها حد عنده مشكلة في الباسيف؟ لا يا الباسيف بأنواعه كلها فيها مشكلة؟ أستاذ، ممكن كمان نحل عليه تمرينا؟ على الامبيرسونال ولا على الباسيف عادي؟ الباسيف العادي. الباسيف العادي. اوكي طيب الباسيف العادي طيب ممكن مثلا يجي لي اكزامبل زي كده ويقول لي كوريكت صلح المستيك في الباسيف. طبعا مش هيقول لي ان ده باسيف بس لازم انا افهم ان ده باسيف. يعني نمبر 1 هنا candidates who passed the interview next week. بحدد زمن الجملة next present ولا past ولا future. ها شباب اي زمن ده؟ future present future. يبقى انا هحط الجمله دي في الباسيف في الفيوتشر. طيب كونتاكت نحولها ازاي في الفيوتشر في الباسيف؟ will be will be contacted زي ما اتفقنا. اي فعل موديل فيرب او فعل مساعد زي كده بياخد بيهم will be contacted. لو هي could could be contacted بس انا عشان الزمن فيوتشر استخدمت will. طيب لو احنا شفنا الجمله دي مثلا ها نمبر 3 دي
The wedding cake delivered right on time last night. معناها ان الجملة هستخدمها في الباسيف. ها مين يحلها؟ The wedding cake delivered right on time last night. ها مين يا شباب يحل الجملة دي؟ حدد زمن الجملة وبناء على زمن الجملة تحولها باسيف. ليه last night؟ last night يبقى انا هحول الباسيف فين؟ في الباست في الماضي. ها الماضي بنستخدم ايه مع الباسيف؟ have been delivered. لا has been و have been the present perfect. انا بتكلم على الماضي البسيط يعني was او were والباست participle. was طيب delivered. الكيك دي 1 يبقى was، وبعدين التصريف الثالث من deliver يبقى delivered. الناس ما تاخدش ان الباسيف بيتقال speaking بس، لا يعني انا ينفع ان انا الجمله دي اقول عليها اي حاجه، has been delivered was delivered will be delivered، كل الجمل تمشي، بس زمن الجملة هو اللي بيحدد. هل last night؟ هل tomorrow؟ لو حط لي هنا tomorrow يبقى will be delivered. طب حط لي yet يبقى has not been delivered، يبقى ده بيتكلم في present perfect. وهكذا يبقى زمن الجملة بيتحدد صح. طب نشوف الجملة دي كده. قال لي this is a very old watch it make in Switzerland in 1930. زمن الجملة ايه؟ present ولا past ولا future؟ نو باست في الباست. باست يبقى الباست. اه طيب it was or where؟ it was made it was التصريف الثالث من make made made، يبقى it was made in Switzerland in 1930، صنعت في سويسرلاند in 1930. يبقى زمن الجملة مهم نحدده صح عشان نقدر نحل صح. طب لو جالي بقى في الرايت جمل في الرايت وقال لي استخدم، يعني جت مثلا السنة اللي فاتت اهي الجملة دي They are spraying colorful paints all over the house walls. الزمن متحدد. عفوا، ما عليا ان انا احدد بس احوله ازاي. قال لي ابدا بالcolorful paints. ممكن يقول ابدا بيها، ممكن يقول اعمل الجمله passive، يبقى انا فاهم ببدا بالمفعول اللي بعد الفعل اهو colorful paints. طب الزمن ده فيه مستمر. ها are spraying. التحويله في المستمر بنعمل ايه؟ are being are being sprayed. paid sprayed التصريف الثالث اهو sprayed. يبقى انا being دي عرفتني ان الزمن ده ing. طيب نشوف اللي بعدها. ها دي حليناها تقريبا، لا حليناها زيها. طيب خلاص دي على it is. ها it is believed ونكمل الجمله عادي. طيب نشوف دي، نشوف هنا. ها the restaurant will deliver the order first thing in the morning. قال لي حولها passive. The order will be delivered. First Will be thing in delivered. the morning. تمام، يبقى will be delivered. اوكي يبقى انا حددت زمن الجمله صح فاستخدمت will be delivered. طيب اللي بعدها they built that old bridge at least 50 years ago. ها مين يحل يا شباب؟ سهله خالص The they old built. bridge ها was built. was built وكمل الجملة عادي لأن ده was وتصريف ثالث اهو. طيب they are going to show the new film sometime this week. عايز أبدأ بذا نيو فيلم. is being is لا مفيش being هنا. ليه؟ لأن going to تعتبر زي will فعل ناقص، يبقى is going to be shown. طيب ليش اسمه ار؟ ليش از وايه؟ معلش ليش اسمه ار؟ The new film ار. ما هو فيلم 1 1 واحد بس. ما هو المفعول هنا بيتحدد بناء عليه ذا نيو فيلم از، لو هم نيو فيلمز ار يبقى انت بتحددي الاز ولا ار بناء على المفعول ده مش بناء على الذي. اه تمام معاك؟ يعطيك العافية. الله يكرمك. طيب ها مين يحل اللي بعدها؟ A famous photographer has taken some fantastic photos of the city recently. قال لي ابدأ ب some fantastic photos of the city. has been taken has been taken have been طبعا photos، نخلي have بالنا الفعل، been الفعل هنا بيكون photos مش city، يبقى have been taken. انا بركز على الفوتوز اللي قبل اوف، ماليش علاقه باللي بعد اوف، يهمني الفوتوز ولا فوتو فوتوز، يبقى have been taken.
واضحة؟ طيب نحل الجزئية دي كمان. ها they are planting trees on both sides of downtown streets. قال لي ابدأ بتريز. are being plants are planted. being are being planted. Okay, good. ممتاز. are being planted. وقلت are لأن trees not tree. طيب ها دي حلينا عليها قبل كده خلاص. طيب نحل الباسيف هنا. ما حددليش هبدأ بإيه بقى، المطلوب منك تبدأ بقى بالباسيف. ها مين جاهز؟ اللي هي by next year. most of the English verb tenses كلها على بعضها ده object، يعني ده بعد الفعل على طول، كل ده مفعول. طيب مالها بقى؟ زمن will be will مش بيه هنا بقى، لان ده زمن جديد اسمه الماضي التام، يبقى will have been studied. ليه بقى؟ لان ده ماضي تام مش ماضي بسيط، الماضي البسيط هو will be على طول بس، يعني لو الجمله فيها you will study بس يبقى اقول له will be studied، لكن هنا will have studied يبقى you will have been studied. يعني استاذ نقول most of the English verb tense بعدين نكمل الجملة دي will have will have been started. اه تمام. by next year. by next year ده زمن المستقبل التام الفيوتشر بيرفكت. طيب لو قلنا مثلا دي حليناها قبل كده اللي هي جانك فود دي، طب مين يراجعها معايا بسرعه؟ دكتور سي. It is said It is said that وأكمل جملتي عادي. طيب it is you must deliver this report on time. قال لي اعملها passive جت 2017 2018. ها you must deliver this on time. نبدأ بإيه؟ this مين يعملها report passive؟ يبقى this report. ها says must be delivered must ولا be ماليش دعوة delivered بيها. must ده model verb فعل ناقص يبقى ياخد زيه زي will و should و could، يبقى must be delivered. تمام on time واكمل جملتي. عايز تقول باي يو ماشي، عايز اوبشنال باي يو مش مشكله. طيب هنا ها مين يحل 12؟ they will restart the engine in 5 minutes. The engine ها will be restarted. yes in 5 minutes. يبقى the engine will be restarted in 5 minutes. طيب اللي بعدها the school principal will set the new rules to control students' absence. The new rules ها will be set. yes the new rules will be set to control students' absence. طيب ها someone has left the door open. The door has been left. The door has been left open. Okay. We saw Hanan go into the supermarket. قال لي ابدأ بحنان. يا شباب we saw Hanan go into the supermarket. نبدأ بحنان. ها سهلة خالص. أنا so زمن ايه؟ الباست. الباست نجيب was or were. ها حنان was was seen that seen. was gone لا التصريف was الثالث من هنا صح ما هو ها was was seen seen. طبعا فيرب سي محتاج بقى تو لان هو كده كده جو هنا زي ما اتفقنا نرجعها لتو ايه؟ ها was seen to to the into to the supermarket. go to go to the into the supermarket. طيب نفس الطريقة بالنسبة ل heard. I heard Jack and Jill argue. ها جاك أنجل ولا جاك على طول؟ المفروض طبعا جاك الاوبجكت يكون Jack and Jill. ها وير جاك اوكي أنجل where. ها were heard. where doing تمام سيد arguing. مصر نعم ممكن
ما فهمت 15. اوكي، في مجموعة أفعال زي سي، زي هير، زي ميك، زي ليت. مجموعة الأفعال دي بيجي بعدها بير انفينيتيف. يعني إيه بير انفينيتيف؟ يعني فعل في المصدر. ليت مي بلاي، هي ميد مي بلاي، هي ميد مي انسر، هي ميد مي جو. فالأفعال دي بيجي بعديها مصدر بدون تو. في حالة إن أنا حولتها للباسيف أجيب التو بقى هنا. شايفة سو؟ جه بعدها جو بدون تو، بير انفينيتيف. في الحالة دي لما أحولها لباسيف لازم أستخدم التو. أوكي؟ ايوه بس يعني هم نحفظهم وبس. هو المجموعة دي أهي لازم طبعا تبقى عارفاهم، المجموعة اللي موجودة هنا. الجدول ده لو محتاجة تاخد سكرين او الجروب ده. تمام، بس بشرط يكون بعده انفينيتيف. طب لو جاي اوريدي بعده اي ان جي هستخدم الاي ان جي. يعني هنا اهو ادم والسين جوينج. معايا شباب في الحته اللي خلي بالنا، لو جاي اصلا انفينيتيف تو جو، لو جو بس يبقى نستخدم تو جو. طب لو هو جوينج زي ارجيوينج كده، الجمله اللي لسه الاخيره اللي خدناها من شويه، هنستخدم ارجيوينج كما هي او بلاينج كما هي، زي الجمله اللي هنا الاخيره دي اهي. يعني لقيت فيرب هير مع اي ان جي هستخدم الاي ان جي، يبقى جاك اند جيل وير هيرد ارجيوينج. طب سو حنان جو يبقى تو جو. طب قال لي وي سو حنان جوينج يبقى وي سين جوينج، مش هجيب تو. واضحه؟ نتوقف في جو. اذا في جو خلاص يبقى تو جو، اذا في اي ان جي استخدم الاي ان جي بس بدون تو. زي اوكي كده. طيب the teacher made us do a project on acid rain. ها مين يحلها؟ يا شباب مين يحل الجملة دي؟ The teacher made us do a project on acid rain. we were made to The teacher we was all aware. Where we were made. طبعا استخدمنا we، ما ينفعش ابدا باس لان ده object، يبقى لازم ابدا بوي. We were made to do a project on acid rain. طيب اللي بعدها they let the children plant trees. قال لك ابدأ بـ the children، يعني اعملها passive. Well, let's see. The children was or where؟ Were where. lifted. Yes, were let to plant trees زي ما اتفقنا. لقيت بعد let infinitive اهو يبقى احط له to. طيب الأخيرة I didn't expect them to invite me to the barbecue. مين يحلها؟ I didn't expect to be invited to the barbecue. فين ال object؟ I didn't expect to be invited you one way. دي طريقة. طب الطريقة الثانية؟ ها حلناها بطريقة يا شباب، قلنا I didn't expect to be invited. بس في غلطة بسيطة أنت غلطت فيها. ها تقدري تقولي I wasn't expected، مش I didn't expected. يعني خلي بالنا expect اهي حطيتها في التصريف الثالث. I wasn't expected to be invited وجبت to be. دي طريقة. طب الطريقة الثانية لو قلت لك ابدأ بذي، سهلة خالص. ذي مكان ذم لأن ده المفعول الأساسي. مين يحلها؟ سهلة يا شباب خالص، حدد زمن الجملة واعمل الباسف على طول، زمن الماضي أو didn't expect. أبدأ بذي
مين يحل؟ Didn't expect it. تاني كده معلش ما سمعتش. they They didn't expect it. يبقى كده مش passive، انت كده still active. احنا قلنا بنكون الباسيف. ها They are invited to the barbecue. لا، they الفيرب الاساسي عندي في الجمله مين؟ didn't expect. Where? يبقى they weren't، لان ده نيجاتيف، expected التصريف الثالث to be invited. ليه بقى؟ سوري، to invite لو استخدمت they. to invite me عادي. to be invited لو حليت بالطريقة الأولانية اللي هي إيه؟ I wasn't expected to be invited to the barbecue. يبقى في طريقتين للحل هنا في الجملة دي. هنبدأ ب they، يبقى they weren't expected to invite me to the barbecue. أستاذ لم يعني يط إذا خلينا didn't expect غلط؟ لو قلت I didn't expect. أيوه طب كملي الجملة. ها to be invited، أيوه يعني عايز تحل الحل الاولاني I didn't expect to be invited. تمام صح، بس الاصح I wasn't expected. ليه؟ لان ده مفعول به، I wasn't expected، لم يتوقع لي، يعني I wasn't expected. استخدمت I didn't expect to be invited، بس اهم شيء ان didn't معاها expect بس، مش تصريف ثالث. واضحة؟ يبقى هنا ليه عندي حل طريقتين، يا نبدأ ب they يا نبدأ ب I. ال they يبقى they weren't expected to invite me. طب هبدأ ب I، I didn't expect to be invited، أو I wasn't expected to be invited. واضحة؟ تمام، دول حليناهم خلاص مع بعض. في مشكلة يا شباب في الباسيف؟ في حد عنده حاجة تانية في الجرامر؟ يعني أنا بقالي كده 5 minutes وأخلص، فلو في حد عنده شيء في الجرامر في أستاذ عادي تشرح الليتر والنو والأني letter of complaint والميمو. والأني والهذولا مو فاهم. هو بصي، هو الرايتنج كده كده ممكن اديك شوية نوتس عنه، يعني الرايتنج في بعض النوتس هنركز عليها، بس هقولها سريعا عشان الوقت، لان والله للاسف ما عنديش وقت اكتر من يعني من 5 ل 10 minutes. فخلينا نبص على ملاحظات النوتس اللي ناخد بالنا منها في الرايتنج، أستاذ لان البس كده كده مسجل اوريدي انت هتكوني حافظه اجزاء معينه في الرايتنج. فخلينا مثلا نبص على الميمو مثلا سريعا. نعم سوري، حد بيسال سؤال يا شباب؟ أستاذ بس كنت عم بسأل على البس إنه وين بنحصله إذا مسجل. ريكوردد وهيتبعت لكم على الجروبات، نفس اللي تمام اتبعت عليها اللينك. شكرا أستاذ. طيب بالنسبه للرايتنج، عفوا، بالنسبه للرايتنج نركز كويس قوي. طبعا بنسبه كبيره بيجي موضوع شورت وموضوع لونج، طويل وقصير، يعني ما بين اللتر اوف كومبلينت او الميم واحد منهم، ومعاهم حاجه ثانيه بقى بروبلم سولوشن ديسكيرسيف او الانفورماتيف. الستوري بتستبعد شويه لان برضه بتبقى قصه محفوظه يعني. فغالبا نركز على الموضوعات اللي زي كده، اللتر، الميمو، والبروبلم سولوشن، لان هم دول اكتر حاجه فيهم شغل شويه. لان الديسكيرسيف بيحتاج معلومات شويه ان انت تبقى حافظ المعلومات، فصعب ان انا احفظ معلومات كتيره بالشكل ده. لكن البروبلم سولوشن ممكن الطالب يكتب فيه ريزونز واكزامبلز ويجيب من عنده افكار، بتبقى سهله شويه. فلو بصينا على الليتر اوف كومبلينت، طبعا هي صيغه محفوظه، اهم شيء بركز كويس قوي عن التوبيك اللي انا بتكلم عليه، مهم قوي نخلي بالنا. لو جاب لي مثلا عن التوبيك الوايرلس فيديو جيم بوكس، يبقى خلي بالي الموضوع بيتكلم عن ايه، مش هكون حافظ توبيك واكتب اي حاجه، طبعا هيبقى في مشكله وهيبقى تنقص درجات كتير. فنركز على التوبيك، نركز عن يور نيم، هو لو كاتب يور نيم اهوت، يور فون نمبر، التزم بالمعلومات اللي جايبها عندي، والتزم بالبروبلمز اللي قابلتني. يعني قال لي من ضمن المشاكل هي ان الجيم كنترولر باتنز جامد، طبعا ده كله هيتحط في جمل، ما الاقيش واحد يكتب نفس الحاجات دي وخلاص بدون سنتنس، لازم جمله كامله. يعني ايه جمله كامله؟ لو انا ببدا الليتر زي كده I'm writing to complain about، يبقى لازم جمله كامله وفي اخرها فول ستوب،
يعني I'm writing to complain about my video game, my mobile phone. طيب بعد كده، بعد ما طبعا عملت المقدمه الاساسيه، انا ببدا بقى ادخل على التفاصيل اللي هكتب فيها، التفاصيل النوتس اللي موجوده، وبركز قوي على استخدام الكلمات اللي زي دي. فيرستلي، يعني المصحح بياخد باله ان انت مستخدم كلمات بتربط بيها الجمل. فيرستلي I was shocked because, I was unhappy because, I was surprised. اي جمله من الجمل دي اللي ببدا بيها تلفت انتباه مين؟ اللي بيقرا الليتر اللي قدامي، يقدر يكمل الريدنج. طيب بكتب الجزئيه الخاصه بالمنتج هي زي ما اتفقنا، اباوت ماي موبايل فون اباوت، وابدا اذكر الاسباب اللي هي عندي او المشاكل اللي مقابلاني، ميني بروبلمز. ونخلي بالنا من الروابط اهي، ثيردلي المشكله الثانيه، فاينالي المشكله الاخيره. طيب في الاخر خالص لازم اخلي بالي برضو من الكونكلوجن، مهم قوي ان انا اعمل خاتمه. لازم يكون الليتر متقسم بالشكل ده، لو مش متقسم بالشكل ده اللاي اوت بتاعت الليتر بتنقص درجات. لازم اللاي اوت يكون ملتزم، ان فيه 3 باراجرافس، ان فيه في الاخر يورز فيثفولي، وبكتب النيم اللي هو مديهولي. اوكي، في الاخر خالص في التعليمات. ده بالنسبه للليتر اوف كومبلينت. والموضوعات متعدده، يعني هتلاقي شكوى عن ذا بروبلمز يو فاوند ان ذا كارافان يو رنتد، موبايل فون، واشنج ماشين، اي حاجه من الحاجات دي كلها. طيب الميمو اسهل منه، ليه؟ لان الميمو يعتبر زي تعليمات او حاجات كده مش مرتبطه بشكوى اكتر منه. فجاب لي ميمو زي كده، قال لي رايت يور ستاف ريمايندينج اند اسكينج ذيم تو بريبير فور ذا ابكومينج ايفنت اونرينج ذا هيد اوف ذا نيو بروجكت، وقال لي يور نيم محمد سالم. يبقى انا بالنسبه لي بستخدم نفس الطريقه، اهم شيء اشوف تو مين، زي طريقه الايميل بالظبط، فروم الديت والسبجكت، الموضوع كله هناك موجود، prepare for the upcoming event. العادي الطبيعي ان انا اعمل introduction paragraph، هقدم مقدمه، we wish to inform you, I would like to tell you او to inform you. ونخلي بالنا لازم اللغه تكون رسميه هنا، formal language. يعني ايه formal؟ يعني ما اقولش اختصارات، ما الاقيش واحد يكتب لي the event is not isn't مكان is not. انت عايز تستخدم is not يبقى تستخدمها صيغه كامله كده عشان اللغه تبقى formal. لو informal بتقلل في الدرجات. يبقى لازم الميمو يكون فورمال، والليتر اوف كومبلينت فورمال، اللانجوج تكون فورمال. ما ليش واحد يستخدم هاي وهي والكلمات اللي هي لغه الشارع يعني، لا ما استخدمهاش هنا، لازم استخدم لغه رسميه. وبتكلم عن الايفنت وترتيباته من الاحداث اللي عندي. وفي الاخر خالص لازم الكونكلوجن، مهم قوي الحته دي، if you have any questions, if you have any inquiries, if you have any problem. يبقى الحاجات دي كلها في الكونكلوجن عندي موجوده في الميمو. طب أستاذ، هذا الإيميل لمين؟ لمين عم نعم، نبعته؟ هذا الإيميل لمين عم نبعته؟ الايميل أيوه هذا هو بيحدد لك هنا، اه write a memo to your staff، مبعوث للستاف الموظفين نفسهم، تمام؟ او بيحدد لك ابعتيه للمدير او ابعتيه كده زي ما يكون على حسب. ويور نيم في الاخر خالص اهو بيديك النيم، الشخص اللي هيرسل. يبقى هو فروم الشخص ده مين؟ محمد سالم. يبقى هنا from to، يبقى هنكتب هنا to all the staff او to the manager او كده على حسب ما يكون. والديت ممكن اكتب اي تاريخ لو مش محدد لي الديت في السؤال هنا فوق. والسبجكت الموضوع بيبقى محدده هنا في التوبيك، او asking them to prepare for the upcoming event. دي الحاجات النوتس المهمه بالنسبه للرايتنج اللي خلي بالنا منها. وبقيت بقى الموضوعات يعني ممكن نركز على البروبلم سولوشن اكتر، يعني البروبلم سولوشن برضو من ضمن الحاجات المهمه، الموضوعات المهمه، بحيث ان انا يعني تركزوا على الموضوعات دي. طبعا البروبلم سولوشن بناخد بالنا كويس قوي ان لازم يكون في انترودكشن باراجراف. الانترودكشن باراجراف ده لازم يلفت انتباه القارئ نفسه عشان يقرا ويكمل. الافضل ان انا ابدا بسؤال يلفت انتباه القارئ عن المشكله دي. Have you ever seen? Have you ever been? Have you ever done? Have you ever faced، هل قابلتك مشاكل زي كده؟ او ابدا مقدمه تقليديه عاديه زي دي، مثلا لو بيتكلمني عن السوشيال ميديا او بيتكلم عن البولوشن او بيتكلم عن الموضوع اللي هو فيه بروبلم سولوشن الجلوبال وورمنج، يبقى بقى بعمل مقدمه زي كده is one of the most urgent problems او important problems facing the world nowadays. لازم مقدمه عامه قبل ما اعرض الموضوع اللي انا بتكلم عنه. It is essential that we examine this problem to find the solutions, to find reasons, to find causes، اسباب المشاكل دي كلها. طب انا هبدا اتكلم عن الريزنز اللي بتسبب المشكله نفسها.
ولازم اخد بالي من الروابط دي، مهمه قوي، بتخلي الدرجه اعلى. firstly in addition secondly thirdly finally، كل الروابط دي بتبين ان انت متمكن في اللغه وانت بتكتب. طب الباراجراف اللي بعده اتكلم بقى عن السولوشنز، عن الحلول اللي قابلتني. يبقى في عن البروبلم وتاني باراجراف عن السولوشن. The first solution is، بيتكلم عن السولوشنز، المشاكل، الحلول قصدي اللي قابلته او لحل المشكله دي. يبقى في باراجراف عن البروبلم نفسها، الريزنز، اسبابها، مسبباتها. الباراجراف اللي بعده يبقى السولوشن، الحلول. الكونكلوجن بيكون زي سمري بسيط صغير، سمرايزنج، بتلخص الموضوع كله. تو سم اب، ولازم الاقي الكلمه دي، تو سم اب، تو كونكلود، يختم، اي تو كونكلود، تو سمرايز، all in all، اي كلمه من الكلمات دي في الاخر هعرف ان ده الكونكلوجن باراجراف، الختام. واتكلم عن الموضوع، the problem needs to be addressed quickly او needs to be solved. It has a main risk او a main problem on our society. يبقى ده زي ختام كده في الاخر. تمام يا يعني شباب؟ مو عرض فقرتين. introduction وفقرتين والconclusion. الانترودكشن بيبقى شورت، قصير، والكونكلوجن شورت، اللي هو بس الريزنز او البروبلم نفسها واسبابها والديتيلز بتاعتها بتكون اطول. وهنا بس بتكلم عن السولوشنز بقى، الحلول اللي قابلتني. اذا انا حابب ان انا اقسم التو باراجرافز دول لتو تو، مفيش مشكله. يعني لو حد عايز يكتب مثلا في السكند باراجراف او في المشكله نفسها، يعني هنا يتكلم عن اسبابها في تو باراجرافز منفصلين، مفيش مشكله. باراجراف كامل مفيش مشكله. أهم شيء الكلمات التوضيحية. أهم شيء إن اللي بيصحح يبقى عارف إن paragraph 2 و 3 بيتكلموا عن البروبلم، عن الريزنز، عن أسبابها ومسبباتها. وبعد كده لما أدخل هيبقى عارف إن ده سولوشن، يبقى لازم أوضح له إن أنا هنا هتكلم على السولوشن. In fact, I have many solutions for this problem. There are many solutions for this problem. First, or the first solution is الحل الأول، واكتب الحل الأول، الحل الثاني، وهكذا. إذا حابب أقسم ده على two paragraphs مفيش مشكلة. تمام يا شباب؟ تمام أستاذ. طيب، ها، أي مشكلة في الجرامر؟ أي حاجة تانية يا شباب؟ بس كمان سؤال، هم راح يجيبوا لنا واحد طويل وواحد قصير، يعني فينا نحفظ كل القصار وهيك نحن بنكسب العلامة صح؟ آه، لو حفظت الليتر اوف كومبلينت والميمو بنسبة كبيرة واحدة منهم جاي. بس احتياطي يعني، ممكن تاخدي مثلا، تعرفي طريقه البروبلم سولوشن كده، لكن هو لازم اساسي يجي واحد شورت وواحد لونج. كل سنه بيعملوا كده، لازم ليتر، يعني واحده منهم يا ميمو يا ليتر اوف كومبلينت ومعاهم طب موضوع طويل. نعم، شو ضل نحن درسنا ثلاث هيبقى الستوري والديسكيرسيف. الديسكيرسيف ده عباره عن معلومات، يعني يقول لك اتكلمي عن، ادينا معلومات عن السوشيال ميديا، عن التكنولوجي، عن معلومات عامه. نص تفسيري. اه بالظبط. تمام، شكرا أستاذ. عفوا، توفيق ان شاء الله يا شباب. يلا، في حفظ الريكورد هنبعته على الجروبس اللي هي موجودة عندكم. اوكي، يلا، السلام عليكم. شكرا.